بعد كرة طنجوية يوسف واصل قيم بعمل كبير 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 كبير. واسي كان في معاوي، معاوي عنده فكر الهدافين الكبار، هذا عنده حس هدفي، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه، ممتاز جدا بالقدم اليمنى، يوجه الكرة صوب مرمى الحارس أشرف الهلالي لتصبح النتيجة هدف لصفر. الإعادة من مختلف الزوايا للهدف الذي يصنع التفوق الطنجاوي خلال الجولة الأولى من المباراة. يونس الحواصي سخاء بدني وتقني